اشواق اسبوع لا ودابا حيت سميت اشواق دابا انا براسي راه مابقيتش عارفه اشواق حيت لقيت بزاف ديال الناس وداك الشيء وكاميرات تلفت. المهم اليوم كاين الاسبوع ديال بنتي كما كتعرفوا. كنت ناويه الصراحه انني نحتفل به بواحد شويه ديال الناس وهذا، ولكن شفت بزاف ديال الصحافه اليوم، بزاف ديال الناس اللي جاوا. المهم كل ما نفترضوا انه كلهم جايين يفرحوا معايا اليوم، مرحبا بهم كاملين ومرحبا باي واحد ضرب هذه المسافه هذه كلها حيت الطريق طويله شي شويه باش تجيو. مرحبا بكم كاملين وعلى راسي من الفوق، ومرحبا حتى بالناس اللي يشوفونا دابا. المهم انا راه كنحتفل ببنتي حيت اي ام كتبغي تحتفل ببنتها، كتبغي تحتفل بولادها، سورتو شي ما كاينش شي ام حنينه، كنت نقول سورتو شي ام حنينه. الامهات كلهم حنينات، غير كل وحده كيفاش كتعبر على هذاك الحب ديالها لولادها. انا بنتي كنعبر عليه اكثر بزاف من القياس شي شويه. انا سميت بنتي فنه حيت بقيت عاقله على واحد المراه كبيره كانت كتجي عندنا للدار، كان سميتها فنه وكانت وقوره وزوينه ثقيله رزينه، وكنتمنى بنتي تكون بحال هكا ان شاء الله. الله يكبر الحال. يا ربي امين. هذا واجب، هذا واجب، والصواب والاداب والاخلاق ديالنا حنا كمغاربه ما ضروري نعرض عليه. هو شخص اللي مرحبا به في اي وقت، ومن حقه انه يشارك الفرحه مع بنته، علاش لا؟ بالعكس الا جات تكون فنه فرحانه، نكون انا فرحانه، كل شيء يكون فرحان. خوتي راه مهدي راه عزيز علينا كاملين، عزيز على خوتي، عزيز على ماما، راه شخص محبوب زعما في العائله، ماشي كاين والله احنا لا هذيك شي كان دابا حوايج حدي اخرين. دابا ما نحقيش نقول بحال هذيك الهضره حيت صافي طرا اللي طرا. اختي شوفي انا من الطبع ديالي انني كنهضر الناس كاملين، شتي حتى المجرمين كنهضرهم وحق الله كل واحد، كنقول كاين سبب من الاسباب خلاه. انا حتى انا ديك النهار كنت معذوره، كان عندي سبب من الاسباب اللي خلاني نخرج بحال هكاك، وانا ما كنأسومي اي حاجه درتها، كنتحمل مسؤوليتها بالعيوب ديالها بالاخطاء ديالها بالمحاسن ديالها بالمساوئ ديالها. دونك انا كنأسومي هذيك الخرجه، تكون كانت خايبه ولا تكون كانت زوينه انا كنتحمل مسؤوليتها، والناس اللي تعاطفوا معايا حسوني انني بحال عندي عائله كبيره بزاف بزاف، خوتي الرجال الولاد كيقولوا لي حنا خوتك، واخا كانوا الناس حيت مغاربه ما كيتعاطفوا معك كيمشيو افون، وكاين اللي دخلوا في السب والقذف وداك الشيء، وهادو كان عارفهم هما طيبين هما دافعوا عليا حيت بغاوني، ولكن انا كنت كنتمنى انه ما يكونش كاين ايداء لشي اطراف معنيين بالامر، وكنت نكون فرحانه حيت لو كانوا دافعوا عليا بلا سبان وبلا قذف، حيت هادوك اللي سبوا ما نبغيهمش يسبهم شي واحد بسبابي، ما نبغيش حتى شي واحد يتسب بسبابي انا. دونك شكرا لكم حيت دافعتوا عليا، وانا عدابة كنحس براسي عندي عائله كبيره فيها مغاربه كاملين الحمد لله. شكرا لكم بزاف بزاف على الحب.
وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.